محمد خالد ده احد الشباب المعروفين في مدينة شبين الكوم واللي بيكون حريص في كل الانتخابات ان هو يتواجد للادلاء بصوته. اهلا بيك يا محمد، وقول لنا بقى يعني ايه اللي جابك النهارده؟ جيت عشان اشارك في الانتخابات وعشان اقول رايي، لان النهارده بالنسبه لنا ده عرس ديمقراطي، ان كل انسان يقدر يختار المرشح اللي هو حبه، وفي نفس الوقت يقدر يقول بصوته بحريه ان انا عايز اختار كذا. دي حاجة حلوة، خصوصا ان احنا المستقبل محتاج ان احنا نقرر احنا عايزين ايه، فالفترة اللي جاية دي محتاجة مننا تكاتف، ان احنا نبقى خلف الشخص اللي هنختاره، لان دوت الفترة اللي احنا فيها صعبة والبلد محتاجة اننا نبقى لنا رئيس. الرسالة ليك يا محمد، وان انت بتكون حريص ان انت متواجد على طول في الانتخابات، وان انت تكون من في اول ايام الانتخابات الرئاسية او في اول ايام الانتخابات تكون متواجد، قول لنا يعني ليه، يعني رسالة منك للشباب. الحرص على المشاركة دايما بيجي نابع اولا من حب الوطني وخوفي عليه، في نفس الوقت الاحداث اللي حوالينا في سواء دبلوميا او عالميا بتخلينا نشوف المشهد رايح لفين، فده بيخلينا عارفين الفترة اللي احنا فيها دي شكلها ايه، او المستقبل اللي احنا عايزينه ايه، فبناء عليه احنا محددين المستقبل بتاعنا على ايه، فبنبتدي نختار الرئيس او كده، وان شاء الله احنا واثقين ان اللي اتعمل ده كان البداية، واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن من كده. ايه رأيك النهارده في التجهيزات ودخول، يعني شايف ان كان الموضوع سهل ان انت تدخل اللجان وتدي صوتك؟ النهارده النظام احلى بكتير جدا، والشكل احسن، والاستقبال والمعاملة راقية جدا، فده شيء مشرف جدا للانتخابات اللي احنا فيها، وده فعلا بيمثل الديمقراطية اللي احنا كنا بنتمناها طول عمرنا. شكرا يا محمد. شكرا.